السلام عليكم. عليكم السلام. يلا ابو بندر. هلا ابو ناصر، شو تسوي عندك؟ شوفت عينك يا ابو بندر، اقلع الشجره اللي انتم زارعينه وما له سنع، ازرع مكانها شجره ليمون، كزبره، ترنج، حبق واشياء ثانيه. وشو؟ ايش قلت؟ اللي سمعته على كيفي. عندك مانع؟ لا لا، ما عندي مانع طال عمرك. كمل شغلك، كمل. وانت شايفني موقفه؟ لا لا. ناصر سم، وش نفسك فيه؟ ها نفسي في اشياء كثيره يا عمي. مثل ايش؟ كمبيوتر، موبايل، كندره جديده، سياره. بل صدق ما تنعطى وجه. على كذا يبي لك وزاره تحقق احلامك. عموما واحده من احلامك تحققت. سياره. وشو؟ سياره؟ اي سياره. مو نفسك من زمان في سياره؟ ايه ناصر تجيب له، وانا لي سنه اطلبك ولا اعطيتني وجه. ما اعطيتك وجه؟ من سواتك. انا جايب لك 10 سيارات، هذا اللي اذكره غير اللي نسيته. ويش 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 10 سيارات؟ اين راحت؟ كلهم صدم فيهم. اخوه لما فتح ورشه من شوي. يبا خذها يا ناصر، خذها. عمك كنه ابوك، خذها يا رجال، ما يرد الكريم الا اللئيم. خذها 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 ناصر، خذها. مشكور يا عمي، الله لا يحرمني منك ولا من عطفك. العفو يا ناصر.